السلام عليكم. بدأنا فيديو كيف متعودين، الصلاة والسلام على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير. توحشتكم بزاف وجبت لكم معايا واحد الكيكه عمارة الله يبارك، طويله وشكل ديالها جميل، يعني شخصيه يا سلام. نزلوا بعد القطعه ديالنا باش ما تطيح ليناش ونقيسها معكم باش تشوفوا شحال الطراوه ديالها. تجي فتيتيا مع هاد الصلصه المرافقه اللي كتجي لذيذه وبقوام خاسر، يعني تقيقل، يعني شي حاجه طوب يا سلام. هاد الكيك هذا بالقهوه والشوكولا اللي كعناصر تتواتاو مع بعضياتهم، كما كتشوفوا فاش تقطع بالمعلقه كيجي دغيا كتهز معكم، يعني لذيذه لذيذه بمعنى الكلمه. ندخكم المعلقه الاولى اللي مازال ما ضقش، يدخ معايا المعلقه الثانيه ولا عرفتوا شنو، نوضوا تبعوا لي المطبخ ولا الكوزينه ونوجدوا المراحل، نوجدوا المقادير والمراحل، اكيد غادي تكون موضحه معنا في الفيديو. على بركه الله المقادير هما واجدين. من اسباب نجاح الكيك او بالنسبه للناس اللي ما كينجحش معاهم الكيك، كاينين دي تروك اللي تيكونوا بساط ولكن هما كيلعبوا دور كبير، من بينها هما المقادير يكونوا كاملين بحرارة درجة الغرفة، يعني ما تكونوش دايرين مثلا البيض في الثلاجة وتبداو تستعملوا فيه، راه الا كل شيء يكون واجد عندكم قبل ما توجدوا الكيكة باش تياخذوا ديك الحرارة ديال المطبخ ديالكم. عندنا على بركة الله ثلاثة البيضات، يعني غير ثلاثة البيضات راه كافيين، ماشي بالضرورة نديرو ستة البيضات ولا ثمانية البيضات باش يطلع لينا الكيك ويجينا من فوق. وهداك النفخ او العلو ديال الكيك معنا واحد العنصر اللي تيكون هو سر في الطراوه ديال الكيك باش يبقى معكم الكيك حتى يومين اولا 3 ايام يبقى طري، هو الخل. الخل العادي، الخل اللي كان ديال المائده اللي كنديروا في لاصالاد وصافي. بالنسبه لهنايا درت معايا، درت زينتها باللوز او المكسرات ودرت حتى الداخل ديالها باش يجي فيها هذاك لو كروكو. وهنا عندنا كما قلت لكم هي راها بالقهوه وبالكاكاو الخام. عندنا هنايا ثلاثه البيضات وعندنا القهوه، ايوا بعدا بالنسبه للقهوه راه كتكون دايره واحد الريحه يا سلام في الدار، بالاخص القهوه بقطره اللي كتكون معصره. لعشاق القهوه، يعني لا يحلى الصباح بدون قهوه وكذلك المساء، اللي عنده عليه القهوه راه يبغيها صباح مساء. المهم عندنا هنايا ثلاثه الخمارات صافي، ثلاثه البيضات حتى هما صافي، والدقيق اللي تيكون حسب الخليط منقول بطبيعه الحال، واحد دانون او لا ياغورت يكون بنكهه الفانيلا او لا يكون طبيعي، يعني ما ديروش دوك نكهات الفراوله ولا خوخ ولا مانغا ولا، نديرو دانون طبيعي او لا دانون ديال لافاني. بالنسبه لعندنا الزيت والسنيده، عندنا زيت المائده كاس ديال العنبه، وعندنا هنا جوج كيسان ديال السنيدة. عندنا هنا الكاكاو الخام او الكاكاو مر غير محلى يكون بنوعية جيدة، وعندنا هنا يا القهوة مقطرة لما كانتش يمكن لكم تعوضها بسريعة قهوة سريعة الذوبان كما قلت لكم. وعندنا هنا يا الدقيق اللي كيكون منخول، يعني كنكونوا غربلناه المرة الاولى والمرة الثانية. بالنسبة لهنا يا عاوتاني عندنا ثلاثه البيضات كما قلنا، غادي ناخذوهم مع قبيصه ديال الملحه. دائما داكشي اللي حلو كنوزنوا الحلاوه ديالتو بالملحه، ذره ديال الملح يعني غير قبيصه ديال الملحه. وحنا دابا كنوجدوا وكنعاودوا نراجعوا المقادير، درنا ثلاثه البيضات، قبيصه ديال الملحه، جوج كيسان غير مملوئين بسكر سنيده او لا سكر حبيبات. غادي نخلطوا هاد العناصر، غندمجوهم مزيان 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 كما كتشوفوا هنايا. خلطنا هادشي، ما بغيتش نبقى نخلط قدامكم بالباتور باش ما نديروش داك الصوت الجميل المزعج صافي خلطنا هاد العناصر هادو كاملين، حصلنا على هاد القوام اللي تيكون هكا مرغوي وتيولي اللون ديالو ابيض. عاد كنضيفوا الكاس ديال الزيت فقط، كاس واحد اللي درنا الزيت، درنا ثلاثه البيضات، قبيصه ديال الملحه، جوج كيسان غير مملوئين بسكر سنيده او لا سكر حبيبات، ودرنا كاس ديال الزيت. غادي نزيد عليه القهوه القهوه السريعه الذوبان، لما كانش عندكم قهوه معصره ولا كانت عندكم القهوه معصره او لا قهوه مقطره، راه كيجي الكيك فيه ديك النكهه ديال القهوه حاضره نادره.
يعني كيجي الكيك فيه داك المذاق كونسونطري، يعني مذاق مركز ديال القهوه، كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه لهنايا عندي الكاكاو الخام كما قلت لكم يكون من نوعيه جيده، حتى هو تكونوا غابلتوه، يعني يكون منخول باش ما يدير لكمش هذوك التكتلات في الكيك ديالكم. لحقاش شي مره كتبقاو تاكلوا الكيك تلقاو هذوك الحبيبات فيه، هذوك فاش ما كتكونوش مغربلين مزيان هذاك الكاكاو او الدقيق هو اللي كيدير لكم هكذا. المهم هنا كما درنا غادي ناخذ جوج معالق كبار ممتلئين بالكاكاو الخام، وحبذا يكون من نوعيه جيده. ديما بقاو تختاروا هاد الكاكاو اللي يكون فيه اللون غير غامق. المهم هنايا غادي نخلط هادشي عاوتاني بالمهل، ماشي نبداو نخلطو نبالغو في الخفق، لحقاش حنا خلطنا مزيان. هادو من النصائح باش ما يهبطش منكم الكيك ويبقى من فوق، يعني خلطوا العناصر غير بالمهل باش ما نهبطوش هذاك البيض اللي مقبيله وحنا كنطلعوا فيه. لحقاش في الاول قلنا نطلعوا البيض مزيان، يتخدم البيض والسكر سنيده يتخدموا مزيان مزيان مزيان، حتى كيطلع تيضاعف الحجم ديالهم كيولي اللون ديالهم بيض. منين نضيفوا باقي المقادير دائما ما نبالغوش في الخلط. غادي نضيف ليهم واحد ياغورت طبيعي او لا دانون يكون بنكهه الفانيلا فقط، حيت دايرين حنايا ديك النسمه ديال القهوه والكاكاو، يعني ما كايلاش نديرو دوك النكهات الاخرى ديال دانون او الياغورت. هذا علاش درنا نكهه الفاني، او لا ديرو بدون نكهه يعني، او لا غير محلى دانون طبيعي. هنا غادي نضيفو العنصر اللي قلنا هو اللي كيخلي الكيك ديالنا تفتي وكيساعد في النفخ او العلو ديالو، كيما قلت لكم كيك عماره الله يبارك، هو الخل. معلقه ديال الخل، ماشي نسمعوا عاوتاني راه غادي يجي طري ولا غادي يجي عالي نبالغوا في الخل نديروا جوج معالق ولا نص كاس، لا. الله يخليكم، نطبقوا المقادير وان شاء الله غادي ينجح معكم الكيك وغيولي معتمد عندكم. هنايا غادي نضيف ثلاثه المعالق ديال ثلاثه ديال لي ساشي ديال الخميره كيماويه اولا ديك الخمارات الحمرين، غادي نضيفهم وغادي نضيف عليهم واحد شي شويه هكذا ديال الدقيق، وغادي نمزج العناصر. وغادي ناخذ هنايا عندي هذاك اللوز اللي يمكن لكم تستغناو عليه، يعني راه ماشي بالضروره ولكن الا ضفناه راه كيعطي قيمه غذائيه للكيك ديالنا، وكيجيب لينا في الماكله هذاك لو كروكون. كيعجبني ناكل شي حاجه بحال هكا ما يجيش هكذا صافي غير طريه هكاك صافي، كتجي حاجه زوينه هكا القرمشه في الماكله. يعني نضيفوا راه هكا واحد تقريبا واحد ثلاثه المعالق ديال اللوز تقريبا كاع، يعني غادي نديرو راه ماشي كميه كبيره. كنضيف ليهم غادي تقولوا علاش درنا هذاك الطحين او الدقيق، علاش؟ باش ما ينزلش ليكم هذاك اللوز الاسفل تيتغلف بهذاك الدقيق، هو في اخر مرحله كنديروه. يعني منين كنديروا هذوك الخمارات الحمرين كنديروا عفوا الدقيق اللي كنكونوا نخلناه الدقيق على حسب الخليط، واخر مرحله كنزيدو من بعد الدقيق هي هذيك الخماره. يعني الخمارات تحتفظوا بهم هما في الاخير، لحقاش الخميره الكيماويه دغيا كيموت المفعول ديالها، هذا علاش نضيفوها هي في المرحله الاخيره. من بعد كنضيف من بعد الدقيق كنضيف كما قلت لكم ثلاثه ديال الخمارات، وكما كتشوفوا الطريقه ديال المزج ديال المقادير كنهز من التحت للفوق، ماشي نبقى ندور لا باش ما نهبطوش هذاك القوام اللي تيكون كريمي وتيكون منفوخ ديال البيض وباقي العناصر. الا بقيتو كدورو راه غادي تهبطوا الكيك ديالكم، يعني نطلعوا من الفوق لتحت هكذا نبقاو ندورو كما كتشوفوا كندير بالسباتيول بحال هكذا، كندخلوا العناصر صافي كيدخل داك الدقيق مزيان، كنزيدوا هذوك جوج معالق ولا ثلاثه المعالق ديال اللوز اللي تيكون مقطع، وكنكون درت معاه واحد المعلقه ديال الدقيق مع دقيق ديال نافورس طحين، وكنبقى نمزج العناصر بهذا الشكل هذا كيما شفتوا. يعني هاد لي تخوك لي تيكونوا بساط هما من اسباب نجاح الكيك، ما نبالغوش في التخليط ديال الكيك منين، يعني في الاول نخلطو مزيان هذاك البيض كيطلع معنا السنيده صافي، باقي المقادير نضيفوهم بالتدريج. عندنا هنايا الخليط تيكون على هاد القوام بحال هاد الشكل، تيكون ماشي خفيف وماشي قاصح، يعني تيكون ثقيل واحد شي شويه. هنايا عندنا المول ديالنا كندهنوه بالزبده وكندير فيه الدقيق، وكان لا كان هكذا الحال سخون ديروه في المجمد،
لا كان الحال بارد ما كاينلاش، باش يعني تكونوا ضامنين ان المول ما غيلصق لكمش. اما الا كان المول من نوعيه جيده راه غتعرفوا راه ما غيلصقش. هذا الا كان مول هكا عادي وكان الحال دافي ولا سخون، ديروه في المجمد منين تدهنوه بالزبده ودهنوه وتغربل وتديروا فوقه هذاك الدقيق، ديروه في المجمد باش تبقى الكيك ديالكم كتضمنوه انه ما غيلتصقش. كنكونوا سخنا الفران قبل اوكي طيب على 180 درجه، اولا الفرن الكهربائي 180 درجه، الفرن الغازي يكون درجه معتدله يعني تيكون سخون، ها من بعد كنوازنوا بين في الحراره ديالته. العافيه كتكون شاعله غير من التحت فقط صافي حتى كيطيب، كتشموا الريحه ديالته راه فرا كيتعفوا راه بلاتي طيب الكيك، راه يعني راه باين الكيك المده ديال الطبخ ديالو، يعني ما كنطيبوش مثلا يعني ما كنبالغوش في الطبخ ديالو. كما كتشوفوا هو فاش كيطيب كيجي فتي. نخليو عاوتاني من النصائح اللي نقول لكم، هو الكيك ديالكم فاش يكون طاب في الفران ما نخرجوهش منين يطيب، يعني نخليوه نطفيو الفران ونحلو عليه داك الباب ديال الفران ونخليو الكيك في ديك الحراره، يعني ما فاش تجبد الكيك كيكون طاب وكتجبدوه وكتحطوه فوق الرخامه ديالكم اولا في لو بلون دو طرافاي كيهبط بحال كيتشوكا، يعني كيتصدم بهذيك اللي تيكون في واحد الحراره، من بعد كترجعوه لواحد الحراره اللي كتكون منخفضه كيهبط الكيك. هذا علاش فاش يطيب الكيك ديالكم خليوه في الفران، يعني حلوا عليه الباب وخليوه في الفران. منين يخرج كنثقبوه مزيان بواحد الفورشيت اولا بواحد الكيغ دو هكذا واحد العود هكا كنثقبوه مزيان 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 مزيان، ما تخافوش غير ثقبوه ما غيبقاو باينين لا ثقابيله حتى حاجه. والصلصه اللي كتكون سهله ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف هي هذه، كندير لو سيرو بالماء السنيده اللي معروف، كنخليوه كيغلي مزيان، كي كيغلي كنزيد له الشكلاط واحد المغصو ديال الشكلاط ودانون ديال المونغ، هالكيكه ديالتي وجدات. هذاك ديك الصلصه هنايا درتها في واحد لاطاس كيما درت هنايا لو مول مثقوب، هذاك ديك الثقب ما كيعجبنيش يبقى فارغ، كنبقى ندير فيه هذيك الصلصه ولا كل مره كنبدع وكندير فيه شي حاجه. المهم نتوما ليكم حريه ديال الاختيار، ديروه في المول طويل ديروه في المول يكون الشكل ديالو دائري، يعني نتوما حرين. المهم انا عطيتكم غير الافكار بالنسبه لك، انا هكذا مول المول هكذا يكون فيه داك الثقب، كنديرو هكذا واحد الزليفه ولا شي كويس هكذا ولا هاد لاطاس بحال هكا، راه درت هاد لاطاس اللي كنت درت فيها قبيله القهوه مقطره، كندير فيها هذيك لاصوص اولا هذيك الصلصه كنديرها الوسط باش كل واحد اللي بغى يزيد يبغي داك الكيك يكون فازق بزاف بديك الصلصه ديال الشوكولا يزيد حتى يشبع على حسب الرغبه ديالو، واللي كيبغيه يكون ما فيهش فيه غير شي شويه كيكون يعني ماشي فازق بزاف يمكن ليه. وكما كتشوفوا معايا الكيك كيجي رائع، يعني شكلا ومذاقا هانتوما كتجي كيجي فتي فتي بزاف، يعني كتقيسو بصبعك تيبغي كاع تفرتت هكذا، ولكن واخا هكا تيبقى محافظ على الشخصيه ديالو الهيبه. كما كتشوفوا لاصوص اولا ديك الصلصه درتها هنايا في هذاك لاطاس تيتعمر هذاك الثقب وكيجي مزيان في التوزيع ديال افراد الاسره ديالك ولا الضيوف ديالك، يعني اللي بغى يزيد هذيك الصلصه كيزيد يعني قدامو في المورسو ديال الكيك ديالو، كيجي كيك زوين زوين بزاف، جربوه بدون تردد، زينوه بطريقه اللي بغيتو. درت فيه هنايا واحد شويه ديال اللوز، حكيت فوقو الشكلاط يعني باش تعطي واحد الغابيل اولا واحد التذكير باش يعرف بنادم اشنو كاين في هذيك الكيكه لداخل. كيجي كيك لذيذ، يعني كيك يومي تستعملوه ديروه في الفطور ديالكم، ديروه في الكوتي، ديوه معكم هكذا قطاع الخدمه ديالكم، عندكم وليداتكم ديوه مع هكا المدرسه ديالهم، يعني شي حاجه موجوده في البيت ديالك، شي حاجه اللي كتكون دقيقه وعارفين المقادير اللي فيها، يعني ما فيها لا محسنات ما فيهاش مواد كيماويه، يعني حبدا نوجدوا هادشي في قلب ديورنا، يعني كتجي شي حاجه جديده. وحتى هادشي ديال المخبوزات يعطي الدفء في المنزل فاش تيكون تيطيب فيه. مرحبا بكم في لا فيديو، اللي كيشوف اول مره لا فيديو ما ينساش يدير ابوني او سبسكرايب لا فيديو وبارطاجي لا فيديو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده اكثر واكثر، وديروا لي شي كومونتير زويون بحالكم اللي كتشوفوني، وديروا جيم لا فيديو ما تنساوش هبطوا دابا ديروا ديك لايك لا فيديو وديروا لي لي كومونتير اللي كنتسناكم.
دائما تنقرا لي كومونتير ديالكم واحد واحد، ولا بغيتوا شي حاجه نوجدوها بنفسكم فيها ونبدعوا في الطريقه ديال التحضير ديالها، ولا الا كانت شي حاجه هكذا معقده نوجدها معكم بطرق اللي كتكون بسيطه وسهله، خليوها لي في التعاليق ونوجدوها. كما كتشوفوا لو كيك كتقيسو بصبعك تيتبعك، يعني كيك جديد جديد بزاف وفيه ديك القهوه اللي كتكون مقطره كتجي عجيبه رائعه. يا سلام، وصلنا لنهايه لا فيديو. غادي نخلي لكم المقادير غيتعاودوا هكذا في الفيديو، والطريقه ديال في الاخير طريقه كاينه ديال التحضير. حبابيكم وفرجه ممتعه، ولو بغيتو تعاودوا لا فيديو عاودوه مره واحد وجوج وثلاثه. بالنسبه للمبتدئات اللي ما كينجحش معاهم لو كيك، هذا واحد الكيك اللي غادي يولي عندكم معتمد، وبالطريقه ديالته اللي كتكون بسيطه ومقادير بسيطه متوجده في اي بيت، وبطريقه وبمقادير مضبوطه وجدتهم معكم يعني بالتفصيل الممل. يعني درت معكم كل شيء مراحل، ما زربتش بزاف هكذا، يعني غير هكذا الصوت ديال الباتور ولا شي حاجه اللي حيدت، يعني كل شيء صايبته معكم بالمراحل والتدقيق. وهذا لو كيك هذا راه كيجي لذيذ، ويمكن لكم تستعملوه يعني حتى هذاك داك الكيك اللي تيكون اسفنجي ولا هذاك السبونج كيك، يعني ما تبقاوش ديروا هذاك الكيك اللي كيبقى هكا معقد، تبقى ديروا البيض بوحدو تطربوا تطلعوا البيض وعاوتاني الصفر تخلطوه بوحدو حتى تيطلع داك البيض مزيان، عاد كتعاودوا ديروا الصفر وبدوك المراحل بالتدريج. بالنسبه للناس اللي كيجيهم هذاك الكيك معقد شي شويه وفيه الخدمه، واخا حتى هو الا بغيتو نخدموا مع نخدموا لكم بطريقه مبسطه، حتى هو كاينين طرق ديالو بزاف بزاف وبساطين تيجي ساهل نقدمه معكم. المهم كما قلت لكم هذا الكيك هذا يمكن لكم حتى هو كيجي حتى هو ما كاينش تقريبا الفرق بينه وبين الكيكه الاسفنجيه، يعني اللي كنكونوا عازلين البيض مع على الصفر البيض. يعني هذا الكيك هذا حتى هو تبعوا الطريقه ديالو وغينجح معكم، وغادي تقدروا تقطعوه حتى هو طبقات وتحشيوه بالكريمه يعني بالكريمه ديال الزبده، اولا ديروا ليه الكريم شونتي اولا الكريم باتيسير، صلصه ديال الشوكولاته. الصلصه هذه اللي كندرت معكم راه يمكن لكم ديروها في طبقات، يعني تقسموا حتى لو كيك اللي كيعجبوها كيكون الكيك يكون فازق بزاف باش يوصل هذاك هذيك لاصوص لداخل ديال الكيك. يمكن لكم تقطعوا الكيك طبقات وتسقيو لو كيك بهذيك الصلصه اللي درنا بلو سيغو مع قطعه ديال الشوكولات ومع الدانون اللي تيكون ديال المونغ اولا الخوخ، اللي كيجي واحد المزيج رائع وكيجي زوين وما كيبانش اشنو هو. هذيك الصلصه ما كتبانش اشنو هي، يعني كتجي لذيذه. فاش تقطعوا هذاك لو كيك تيجي فازق بزاف وكيجي لذيذ، يعني بالنسبه للناس اللي كيعجبهم صلصه كيعجبهم الشكلاط بزاف كيعجبهم لو كيك يكون هكذا مشرب مزيان، حتى الطريقه كتجي زوينه. ديجا كنجربتها وحتى هي كتجي مزيانه، درتها في واحد النوع اخر ديال لو كيك، درته في داك المول الطويل وكنت زينتو من الفوق بصلصه ديال الشوكولا بتزيين اخر. ان شاء الله دابا نقدمها معكم يعني بتزيين اخر، يعني بغيتو حتى التزيين ديال لي كيك نقدم معاه نجيب لي كيك هكا يكونوا واجدين، وندير معكم طرق متعدده ديال تزيين الكيك اللي تيكون كيك بريستيج. هو كيك يكون سامبل يعني بسيط مقادير بسيطه، وال سميتو التزيين اللي تيكون حتى هو سهل تيبان شي حاجه ورا سهل. راه كاينه واحد لو كيك عندي في القناه اللي كيكا بالفراوله والمكسرات، اللي ما شافهاش هبط لا فيديو لتحت الفيديو من الفيديوهات الاولى اللي كنت درت في القناه، حتى هو كيجي واحد الكيك رائع لذيذ بزاف، كيكه حمراء بالفراوله والمكسرات كنت درتها في الفالنتين في عيد الحب يا احلى احبابي. فرجه ممتعه ونودعكم ان شاء الله، ونخليكم الى نهايه الفيديو. واللي كيشوف الفيديو في الليل يصبح على خير، اللي كيشوف الفيديو في الصباح صباح النور وصباح الخير. ما تنساوش ديروا ابوني لا فيديو او سبسكرايب وديروا جيم، ونتمنى لي كومونتير او التعاليق ديالكم اللي كتفرحني وكنجاوب عليه وتنجاوب عليها بطبيعه الحال. كما قلت لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم اللي غيكون حتى هو اجمل
وبطريقة بوصفة جديدة وبتقديم بريستيج بطبيعة الحال وبمقادير بسيطة. السلام عليكم.